نعم ينضم إلينا من مدينة دمشق ورفاء براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الحبيب. بارك الله بك أخي براء، حدثنا عن أهم التطورات والأوضاع العسكرية وتقدم أبطال الجيش السوري الحر في جبهات القتال، يعني بما وثقتموه اليوم. نعم، الحقيقة أبدأ من مناطق الغوطة الشرقية في الريف الدمشقي في استوطان المسلمين. قام إخوانكم المجاهدون من الفصائل العسكرية الإسلامية والفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر من تحرير عدة نقاط داخل حي جوبر الدمشقي، وبالتالي أيضا كانت هناك اشتباكات متقطعة في مناطق المرج في شرق الغوطة الشرقية، البحارية، البلالية، الأحمدية وغيرها من مناطق الغوطة الشرقية، بالإضافة لاشتباكات في قرية حديد التركمان بقرب المطار دمشق الدولي، وأيضا كانت هناك عدة تحرير لعدة نقاط مهمة كانت تسيطر عليها قوات النظام وقوات تابعة لميليشيا أبو الفضل العباس. بالانتقال أيضا للمنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، أيضا كانت هناك اشتباكات متقطعة في حي العسالي وحي القدم ومخيم اليرموك أيضا، وكان هناك قصف من قبل قوات النظام على المدنيين المحاصرين داخل مخيم اليرموك. بالانتقال للريف الدمشقي الغربي للعاصمة دمشق، وأخص بالذكر هنا بلدة دارية، دارية الصمود التي تعاني من القصف والحصار لأشهر دام طويلة، صدت اليوم عدة محاولات باءت بالفشل من قبل قوات النظام من المحور الشرقي للمدينة، وقام أبطال الجيش الحر من تفجير دبابة من طراز 72 وتفجير عربة BMP، والجثث ما زالت حتى هذه اللحظات منتشرة هناك، لم تستطع قوات النظام سحب جثثها وفطائسها من تلك المنطقة. بالانتقال لجبال القلمون في الريف الدمشقي، وأخص بالذكر أيضا والخبر الأبرز لليوم 30 على التوالي بلدة يبرود الصمود، بلدة برود التي تحاول ميليشيا حزب الله اللبناني وقوات النظام من اقتحامها منذ أكثر من شهر على التوالي، باءت جميع محاولاتها بالفشل وبالخسائر وبالهزائم التي لحقت المئات من قياديي حزب الله اللبناني وقياديين بالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والذين تم مقتلهم على أبواب بلدة يبرود في كل من منطقة السحل ومنطقة مزارع ريما. تحاول قوات النظام التسلل من عدة محاور كالجرزان من منطقة مزارع ريما وقرية السحل. تمكن المجاهدون من التصدي لجميع محاولات هذه المحاولات بالتسلل، وتم تفجير عدة آليات وعدة عربات مستخدمين الصواريخ الكونكورس المتطورة، وأيضا ما زالت الجثث التابعة لقوات النظام وجثث التابعة لحزب الله منتشرة في تلك المنطقة. نعم أخي براء، ماذا عن مظاهرات اليوم؟ يعني اليوم أيضا كعادتها مدينة دمشق وريفها لا يأبه الصامدون لقصف النظام المجرم، وأعادوا يعني الثورة إلى مسارها، يعني انطلقت سلمية والآن المظاهرات السلمية تزداد كثافة بفضل الله تعالى، ما تعليقكم على ذلك؟ نعم، الحقيقة بداية أنا أشهد اليوم على خروج المتظاهرين السلميين للسنة الرابعة على التوالي في ذكرى استقبال هذه الثورة المباركة، الثورة الشعبية، والتي حملت شعار الثورة السورية الشعبية، ثورة شعبية لا حرب أهلية. قام المتظاهرون السلميين فور خروجهم من صلاة الجمعة في عدة بلدات في الأرياف الدمشقية، دوما، سقبة، عربين، المليحة وغيرها من بلدات الريف الدمشقي، قاموا منددين ببعض الدول العربية التي خذلت المجتمع الإسلامي والثورة الشعبية السورية في سوريا، وأيضا رفعوا شعارات كثيرة وشعارات تندد بعدم مناصرة الثورة السورية، وأيضا رفعوا شعارات أنهم ماضون حتى إسقاط نظام الأسد ورفع راية التوحيد في بلاد شام الأمويين. نعم براء عبد الرحمن من دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك على هذه